منتخب؟ احنا كنا في لاعب حد اهم اللاعب منتخبك يا عم صلح لنا. احنا المهم مش هنا، احنا كده كده ان شاء الله سواء هنا او هنا هنوصل، سواء كاس عالم او افريقيا، المشكله هناك. ايوه بس يعني انت بتلعب بس قبل ما ابدا بس منتخب قبل ما منتخب ايه يا راجل؟ منتخب كبير. منتخب مين اللي كبير؟ انت تعمل زي بيقول لك مباراه كانت صعبه ومنتخب مين؟ صعب. مين اللي قال؟ المدير الفني الكابتن حسام. الصعبه؟ احنا لمينا بعض هنا كده نروح نلعب ونكسبه. انت فرقه جايه مؤهله اصلا. هي تعبانه عشان كانت بتلعب ومن غير تعبانه ده النهارده المفروض تعمل سكور. المفروض يعني 4-0 سكور برا. لا طبعا 8-9 هي دي فرقه. ده اللعيبه كانت بتديك الكوره الشوط الاولاني كله، الديفنس بيديك الكوره والجول. بس عشان في ربع ساعه هم كمان راحوا على المرمى عندك لما خلاص بقى ما انت لما وقعت بدني. اه انا بكلمك على اول الشوط الاولاني هم ما عدوش نص الملعب. تمام. انما الشوط الثاني ماشي بقى. ضغطت برضو. ضغطت في انتهى فرصه ان هم تعبانين برضو وجايين يا عم. هو كان شويه من البدايه كده كان لازم يلعب بناصر ماهر ويسيبك من الاثنين اللي في الطرف نص الملعب. انت هتلعب حد بعد يقول لك انا اتفرجت عليهم اكتر من مره لقيتهم ان هم في منتخب محترم. بص احنا بنفخم في منتخب على رايك انت كمان برضو. احنا بنتكلم دايما واحنا بنتفرج على بطوله الامم الافريقيه كل المنتخبات اتطورت. كل هو ده مش تقطير. هو ده مش تقطير. هو ده كفرد اللي احنا لعبناه في كاس الامم. ايه هو ده كفرد راس الارض اللي احنا لعبناه في كاس الامم. طب الشوط الثاني انت كنت فين؟ هو ربع ساعه. لا الشوط الثاني في ماتش اللي هنا اللي هو اللي كان هنا. انت ربع ساعه ولا النهارده مثلا؟ النهارده فرقه زي دي عيب لما تروح وتنفرد بالشناوي مرتين ثلاثه يبقى احنا فرقه على الله حكايتها. بس سيبك من كل ده احنا هنوصل ان شاء الله. المشكله بقى في المغرب وفي كاس العالم. انا ما بفكرش دلوقتي يا كابتن في المغرب ده بيبقى تجهيز وشكل. هو ده بقى الاختبار اللي بجد. انا ما انت ما تجيش تلاعب فرق. انت لو جايب اللعيبه انت بجيب مين يلعبه دلوقتي يا كابتن؟ اجيب مين العب؟ ماشي يبقى ماشي. يبقى نقول ايه؟ يبقى نقول ندي كل فرقه قدرها. تمام. انت ما نفخمش. احنا ما لعبناش منتخب قوي قصدك ولا هتلاعب دلوقتي خالص. انت لغايه ما نروح كاس العالم. فين تصفيات كاس العالم؟ بوركينا فاسو. ماشي. ما انت ليك شوط اولاني وهم ليهم شوط تاني. مع السنغال يعني على حسب. ماشي انت ليك شوط اولاني وهم ليهم شوط تاني. بس انا هقول لك نتيجه. بص يا فاروق انت تقول ايه بقى؟ ان لو المستوى ثابت الشوطين انت واخد بالك؟ انما الشوط الثاني بيحصل دروب. حتى الماتشين اللي هم كانوا بتوع تصفيات كاس العالم سواء الماتش بتاع غينيا او بوركينا فاسو الشوط الثاني مش بتاعك. وان انت برضو الماتشين اللي فاتوا دولت هندي عذر ان اللعيبه كانت مريحه. في لعيبه ما بتلعبش في انديتها وانت جبتها ما فيش الا صلاح بس ومرموش هم اللي ومصطفى محمد. طب واللي ورا بقى؟ اللي ورا دول واخد بالك؟ دولت لسه كانوا جايين. فعشان كده الشوط الثاني انت واقف ورا وبتلعب بالخبره. يعني انت لو بتلعب منتخب كويس عنده خبرات وتقيل شويه مش هقول لك بقى من المنتخبات فرز اول لا المشكله هتبقى صعبه. طب يعني تشكيله النهارده واختلافها عن ماتش غلط طبعا. غلط بمعنى انا لما لعبت بحمدي فتحي والنهارده ما لعبتش بحمدي فتحي خليت خالد صبحي. انت لعبت حد ايه؟ انت لعبت حد من الفراوده بتوع الفرقه الثانيه مثلا سواء الماتش ده ولا الماتش اللي فات عامل لك قلق عشان تقول لعبت حمدي فتحي ولعبت النهارده بخالد صبحي؟ خالد صبحي ده لعيب كويس ما اختلفناش واخد بالك. بس اول ماتش يعني رسمي ليه ما بيلعبش حد على فكره. هو بيلعب في سيراميكا بيلعب الاهلي ويلعب الزمالك بتبقى الماتشات اصعب من دي. فلما بيلعب قصاد الاهلي والزمالك ويبقى كويس طبيعي لما يجي يلعب مع فرقه ما عندهاش فيرويد هيبقى كويس. انا مش بهمدك والله. لا انا انت مستغرب منتخب كسبان 4-0 يا عم ما يكسب انا بقول لك يكسب 8 المفروض يكسب 8-9 في الماتشات دي. تمام. اعمل تاريخ بقى في الماتشات دي اعمل تاريخ واعمل سكور عشان ما حدش هيتصاب. انت المنتخب الوحيد النهارده او امبارح يا رب المغرب كسب لصوته بالعافيه في اخر يا عم ماشي ده رابع عالم يا عم ماشي رابع عالم يا عم ماشي ما اختلفتش. والمغرب اللي احنا المشكله ان المغرب دي البطوله على ملعبها شوف هتبقى عامله ازاي. ماشي واحنا هنبقى هناك برضه مختلفين. لا تجهيزنا هيبقى مختلف يا كابتن. ما تحسبش التصفيات اللي احنا بنلعبها بالمباريات المجمعه اللي بتبقى في بطوله الامم. ما انت عارف احنا بنبقى عاملين ازاي. امال احنا ابطالها ازاي 7 مرات شكلنا مختلف. ادعي بس قول ان شاء الله نروح هناك نبقى ايه. طب انت بتقول لي التشكيله النهارده غلط ليه؟ كمل لي بس الحته دي. طيب انت النهارده الماتش اللي فات انت لعبت بكام؟ صح؟ تمام.
لعبت بيكام؟ لا انا لعبت حمدي فتحي. يا عم لما نزل الشوط الثاني الشوط بعد اصابه رامي ربيع ابدا بيه النهارده وحط جنبه خالد صبح عشان نحس ان في انت بتعمل حاجه جديده. انت لعبت النهارده باتنين في نص الملعب حمدي فتحي ومروان عطيه والاثنين شبه بعض، ما تحط واحد زي محمد شحاته جنب اي حد من الاثنين. صح ولا غلط؟ تمام. انت عايز تشارك محمد شحاته اصلا؟ ايوه، واحد عنده نشاط وحيويه وبيجري وبيقطع وبيسلم وبيستلم وبيروح على الجون وبيرجع يدافع كويس احسن من الاثنين. احنا هنقول خلي واحد خلي واحد. لازم تلعب بناصر ماهر النهارده من بدايه المباراه طالما عندي صلاح وعندي تريزيجيه وعندي. انا بصراحه النهارده شايف ان هو اسامه فيصل مع كل الاحترام ولا شفت له اي ميزه، ده بينزل يدافع باك رايت وباك ليفت، وانت جايبه عشان كده ولا جايبه يهدف؟ انا اعتقد ان هو لو في الصندوق النهارده لو عنده حد عنده خبرات كان هو اللي جاب جون تريزيجيه وجاب صلاح جون مكان صلاح، لان بيلعب في الحته دي. هو صغير يعني؟ لا هو بيلعب غلط، متوظف غلط، هو مفكر اللعب غلط، يعني طريقه لعبه غلط. ايوه بس هو كان معروف فيرود. طب ارجع ادافع باك رايت؟ دي غريبه. صح ولا غلط؟ انا معاك كلامي. ده ثلاث مرات بيغطي على محمد هاني، ثلاث مرات بتلاقيه قدام ال 18. هو الموضوع مش موضوع ان انا بجري وخلاص. انت عندك صلاح وعندك تريزيجيه لازم حد يعني انت بترجم لعبهم ومعاك زيزو كمان. صح ولا غلط؟ تمام تمام. هو بعدين ده انت انت الالف صغير برضو، مفيش حاجه اسمها صغير كبير يوري الناس اللي احنا ان انا بجري وبعمل. يا عم جيب جون الاول هو ده اللي احنا نقبلك بيه. اما تهدف هنقبلك نقول ده في فيرود، انما الحاجات دي انت بتعملها دي اتلغت خلاص. معاك انا في دي اتلغت، واخد بالك؟ انت النهارده بتلعب فرقه زي دي جايه منهكه وجايه مرهقه وجايه تعبانه واحتمال كنت تلعب واحتمال ما تلعبش. اخلي لعيبه الكوره كتير، مصطفى فتحي، ناصر ماهر، عندك زيزو. هو نزل مصطفى، مصطفى امتى؟ ده في دقيقه 83 ونزل هو ابراهيم عادل جابوا ناصر. هم هو ناصر نزل دولت لو من بدري بقى.